السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال إن شاء الله طيبين؟ اليوم رحلتنا إن شاء الله رحلة داخلية في أجواء المملكة، وهي من الرياض مطار الملك خالد الدولي إلى المدينة المنورة، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي. وطائرتنا اليوم بوينغ 777-300ER على الخطوط السعودية. لا تنسوا الاشتراك، وبسم الله نبدأ في تشغيل الطائرة. الإقلاع من رانوي 15 ليفت والهبوط على رانوي 35، وارتفاعنا بيكون 38 ألف قدم، ودرجة الحرارة في مدينة الرياض 37، ومدة الرحلة 1:10 تقريبا. Start APU. Request pushback. Start engine 2. Start engine 1.
طائرة السعودية. من أجل سلامتكم وراحتكم تقتضي قوانين الهيئة العامة للطيران المدني التقيد بالإشارات المضاءة والإعلانات الملصقة وتوجيهات الملاحين والانتباه لعرض تعليمات السلامة التالية. يرجى التأكد من وضع الأمتعة اليدوية في الأدراج العلوية أو تحت المقعد الذي أمامكم مع اتخاذ الحيطة والحذر عند فتح الأدراج تفاديا لسقوط الأمتعة. يمنع وضع الحقائب عند مخارج الطوارئ أو في الممرات. لسلامتكم يمنع استخدام أجهزة الهاتف الجوال والأجهزة ذات التحكم عن بعد. قبل استخدام أي أجهزة إلكترونية أخرى يرجى إبلاغ أحد ملاحي المقصورة. يجب أن تكون أحزمة المقاعد مربوطة الآن. لربط الحزام ادخل النهايتين المعدنيتين في بعضهما وشد الحزام. لفك الحزام ارفع اللسان المعدني ثم افصل النهايتين عن بعضهما. في حال انخفاض الضغط داخل المقصورة سوف تسقط أقنعة الأكسجين أمامكم تلقائيا. سارع بتناول أقرب قناع إليك وشده إلى الأسفل ثم ثبتها على الأنف والفم. ضع قناعك أولا ومن ثم يمكنك مساعدة الآخرين. أعزائنا المسافرين، نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Ladies and gentlemen, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon traveling. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Take off. Ready. Ready. بسم الله توكلنا على الله. Knots.
V1. Rotate. Gear up. Medina Tower, Saudi at 1464, is 16 miles east, 9,300 feet, with Mike to land. Saudi 1464, Medina Tower. Altimeter 29er, decimal 905, wind 266 at 9er. Fly right base runway 35. Fly right base runway 35, Saudi at 1464.
Gear down. Saudia 1464. Reverse thrust. Audio 1464 exit runway when able. والحمد لله على السلامة. واهلا بكم في المدينة المنورة. وانتهينا من رحلة اليوم. إن شاء الله تكون نالت على إعجابكم، ونشوفكم في رحلاتنا القادمة. لا تنسوا الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.